أعز ما يملك الرجل. حريتنا! إحنا مش بس مهمتنا إن إحنا نطلق الرجالة من مراتاتنا. طلقني يا حافي يا ابن الحلال! إحنا هدفنا الأكبر إن الرجالة ما يرجعوش للجواز تاني. مفترق. عايز تطلق مراتك ليه؟ بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق. أنت متأكد إن ده بيج رامي؟ لا ده كده بيج ماك. انت طلبت تقابل مستر اكس؟ انا متجوز اجمل واشطر واحلى ممثله في اليونان. لا تلمسها ولا تخليها تلمسها، احرمها. ما تجيب بقى يا باشا. تفتكر هيقدر يقاومها؟ ده انا قاعد هنا ومش قادر اقاومها. ايه ده، انت قلعت البنطلون يا جابي؟ حبيبي اسال على طيبه عزيز العقاد وانت تعرف انت بتكلم مين. دلكت كريستيانو مثلا وميسي. دلكت كريستيانو وميسي؟ طب خلي بالك بقى عشان عمرو ورده بيلعب هنا. عمرو ورده؟ اختياراتي مدمره حياتي، حياتي اختياراتي مدمره حياتي كده ليه؟ اختياراتي مدمره حياتي، حياتي اختياراتي مدمره حياتي. هل مستر اكس وصل للعالميه؟ انا المفروض كنت جاي انام جنبك انت. ارتحت يا مهزق؟ وانت عايز مني ايه بالظبط؟ ها اكمل ام كلامي ولا غور في داهيه؟ لا غور في داهيه. حيوان انت هتجم عليا ونقرني. نقرك؟ هو انا مربي بغبغان ولا مربي باسم سمره؟ انت راجل موسيقار مشهور، غير كده انت بالنسبه لها شبشب. انا ولفت امام تاجر مخدرات موزي. بالصراحه دي بص بص الراجل بيلعب بالنار ازاي؟ والعب زي ما قلت النهارده. انا كنت لسه هقول ما لحقتش. ما شاء الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. حبيبي انا اللي سقته بظهري، ما سقتوش انت بوشك. انتوا مش شرفاتين بعض كده ليه؟ ده كان هزار على خفيف كده، اصل احنا يعني اجسام جداد. تعال. ايه ده؟ كل دول عند مراتي؟ أمال مين اللي في أونسبورغ؟ أبغض الحلال؟ أبغض الحلال. علي بابا، عارفة إن بطل الفيلم ده اسمه كريم فهمي؟ بيقولوا دكتور سنان هو في الحقيقة. عارفة إن كريم فهمي ده بقى أخو؟ عارفاه وعارفة أخوه وعارفة أمه وزهقانة منهم.